سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم أحبائي تعرفوا النوتات الموسيقية دو ري مي فا تغنوها كاع معايا يلا دو ري مي فا سولا سي دو ري مي فا سولا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر
لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 أحبائي، برافو 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 برافو، شاطرين 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 أحبائي. أحبائي شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم؟ سؤال سهل ولا صعب تحبوا؟ سهل تحبوا سهل. يلا سؤال سهل، يلا كنت راح أعطيكم السؤال شحال صعيب. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ وارا صح نبدلو معليش، بان نعطيكم تعرفيه؟ اليوم العربي لليتيم وقتاش؟ لا 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 تعرفوه؟ وقتاش؟ تعال 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 اعطي له الميكرو. واو شاطرين بزاف. واسمك ولدي؟ حمودي. حمودي شحال في عمرك حمودي؟ 11 سنة. الله يبارك. جبت معدل مليح ولا ما عطاولكش ثاني؟ ما زيتهاش ما زيتهاش. إذن حمودي وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ أول جمعة من شهر أفريل. برافو تعال 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 أعطونا تصفيق عليه، أعطونا تصفيق عليه. أحبائي اليوم العربي لليتيم هو أول جمعة من شهر أفريل، وأما اليتيمة وأما السائلة صدق الله العظيم. أحبائي على بالكم باللي اللي يدير هكذا على راس واحد يتيم يجوز يده يفوت يده على راسه هكذا برك متواه الجنة مباشرة. تعال وليدي أروح. شاطر؟ نعم شاطر. شكون يقرأ معاه؟ شكون يقرأ معاه؟ شاطر ولا مشاغب؟ مشاغب. هيا هبط مالا مشاغب. ما قراش في نفس القسم. هذه رب عذر أقبح من ذنب، سما ما تقراش معاه في نفس القسم وراك مشهور. مشاغب؟ مشاغب؟ سير شوية. معليش عمو يزيد يمسح معكم برك، يقصر برك، عمو يزيد يحب يمزح فقط باش الأطفال. يا أحبائي ما لازمش يكونوا مشاغبين في القسم. علاش؟ لأنه اللعب واللهو في القسم راح يلهيك على على الأولوية الأولى اللي هي كسب العلم والمعرفة. إذن حمودي أعطيه الهدية. حمودي شكرا نونو شكرا. إذن حمودي شركة رامي وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو. إذن ولدي إن شاء الله تبقى دائما متفوق ورد بالك على قرايتك يا أخي ولدي. الله يبارك تفضل ولدي. إذن علاش قلنا على بالكم عمو يزيد دار أغنية تغنى لأول مرة؟ هذه الأغنية غنيناها أول مرة في المنصورة وراح تغنى لأول مرة هنا، ما تغنت حتى في مكان، لأن رايحين نديرولها فيديو كليب بمناسبة اليوم العربي لليتيم اللي راح يصادف يوم 5 أفريل الجمعة. راح نغنوها لكم. هذه الأغنية تتغنى باليتيم، هذه أول مرة عمو يزيد يتطرق لهذا الموضوع. إذن مدبية قاعد تغنوها معايا. ما بك حيران حيران لا تلعب مثل الصبيان. عمو عمو حزن همه ألم وأنين الحرمان. ما بك حيران حيران ما لها تبكيك الأحزان. أمي أمي قالت أمي فأبوك عند الرحمن. لا تقلق من ذا ينساك والخالق ربي يرعاك. واشكر ربي واشكر ربي ولتعلم فالكل معاك. ما بك مهموم مهموم على وجهك حزن مرسوم. هاه العطلة تمضي تمضي وغدا للمدرسة أقوم. ما بك مهموم مهموم أحزان حولك وهموم. لا أدوات لا محفظة يعني أنا منها
تقلق من ذا ينساك والخالق ربي يرعاك واشكر ربي واشكر ربي ولتعلم فالكل معاك ما بك لا تغدو للبيت فدروسك ها قد أنهيت لك عم أو خال عن أحوالك قد سألوا عم مهما كانوا فأبي الحب والمال لا تقلق من ذا ينساك والخالق ربي يرعاك واشكر ربي واشكر ربي ولتعلم فالكل معاك ما بك مسرور فرحان يعني لا توجد أحزان عندي لعب عندي حلوى ولباس يزهو الألوان ما بك مسرور فرحان يعني لا توجد أحزان إني فرح كل حولي وسألعب مثل الصبيان الحمد لله كثير والشكر للناس كثير من أعطوني وأحبوني في الدنيا كبيرا وصغير شكرا شكرا الحمد لله كثير والشكر للناس كثير من أعطوني وأحبوني في الدنيا كبيرا وصغير أحبائي كاين أغنية جميلة نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب تعرفوها؟ تغنوها كاع معايا صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب يلا معايا كامل لا 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 صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقات هانية عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقات هانية عدنا لك لطلب العلم صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء
معلمتي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب لا 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 فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العمل مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب برافو اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب واش كاين مدرستي نقولوا مدرستي ولا غدو الحاسوب يلا واش يقولوا اللي عندهم الكتب صفحه 5 حاسوب زين لي بيتي غني هنا حاسوب زين لي بيتي يرشد لي يحفظ لي وقتي برافو حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان إني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب برافو ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب تغني معي الحاسوب يلا حاسوب زين لبيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان يقرأ لي قصص الأجدادي صفحات تحكي الأمجاد برافو برافو يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تروي الأمجاد حاسوب زين لي بيتي يلا معايا الحاسوب حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان حاسوب زين لي بيتي يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد يقرأ لي قصص الأجداد يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان حاسوب زين لي بيتي لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو ولأني طفل سأظل صديق الحاسوب لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي
ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان حاسوب زين لي بيتي. شكرا شكرا شكرا. حاسوب زين لي بيتي يرشدني. عمو يزيد يحبكم كامل كامل كامل. وش راكي بنتي؟ لاباس؟ واسمك؟ واسمك بنتي؟ أنا ميمي. ميمي الله يبارك بنتي الله يبارك. أحبائي غنوا أسرتي ولا وش نغنوا؟ ولا الألوان وش تحبي؟ شبت على الألوان جميلة. تحبوا الألوان يا أحبائي؟ هذه الأغنية جميلة أنا والله غير نحبها جميلة جدا. المقطع يعني المطلع تاعها يقول قاعد تغنوه معايا بالصح. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. سهلة. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. يلا معايا كامل ألواني. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو برافو برافو. باهية كورد البستان يا أحبائي. عندي علبة ألوان أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. برافو. أسرتي صفحة 19 تغنوها كامل معايا. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. يلا كامل معايا. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها
فيها فيها أملاق وأبي ربي يرعى إخواتي ما أحلاهم. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أملاء وأبي ربي يرعى إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أملاء أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. يا ربي ويلم الشمل يرعانا يحمينا يرعانا ويحمينا. يا ربي ويلم الشمل يرعانا ويحمينا. برافو أحبائي. شكون اللي يقدر يقول لي سؤال سهل وصعب في نفس الوقت؟ وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ سهل. اليوم العالمي للحماية المدنية. شوف الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ ندى. ندى شحال في عمرك ندى؟ 13 سنة. شحال جبتي معدل بنتي؟ 15. الله يبارك الله يبارك. برافو بنتي برافو. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ أول ماي. لا 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 هذاك عيد العمال. لا لا شوف الشطرة هذه. يلا واسمك بنتي؟ إيناس. إيناس شحال في عمرك إيناس؟ 12 سنة. الله يبارك. شحال جبتي معدل بنتي؟ 15. الله يبارك. ولاد برج بوعرين ايش قاعد يقراوا مليح؟ الله يبارك الله يبارك. عطونا الاولويه وصغاريت على ولادنا اللي يقراوا مليح، ربي ينجحهم ان شاء الله. اذا بنتي اليوم العالمي للحمايه المدنيه وقتاش؟ 14 ابريل. لا 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 شوف الشطره هذيك. واسمك بنتي؟ ريتاج. شحال في عمرك ريتاج؟ 9 سنين. 9 سنين وشاطره هكذا. الله يبارك بنتي الله يبارك. شحال جبتي معدل؟ 49. الله يبارك بنتي. ماما هي اللي حتقول لك الاجابه ولا وحدك؟ وحدك. وقتاش اليوم العالمي للحمايه المدنيه؟ اول مارس. احبائي تعالي تعالي تعالي. برافو 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 برافو. اذا ريتاج اعطيني الهديه تاع ريتاج. اعطيني الهديه تاعها بنتي. اذا اليوم العالمي للحمايه المدنيه وقتاش؟ اول مارس. اذا بنتي شركه شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله تستفادي بها ان شاء الله. الله يبارك بنتي الله يبارك. تفضلي تفضلي. اذا بالتوفيق بنتي. يلا تفضلي. برافو احبائي. اليوم العالمي للحمايه المدنيه يوم اول مارس، عمو يزيد دلكم اغنيه تقدير. ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الانذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. اذا عمو يزيد دلكم اغنيه تقدير لرجل الحمايه المدنيه. نقول فيها ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا تغنوا كامل معايا ما أروع رجل الإطفاء. يلا ما
الوعرة للإطفاء ينطلق فور الإمكان، ينطلق فور الإمكان كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شكرا شكرا. شجاع شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي، وين تسيب انت انسان يدخل الدار شعل فيها النار باش ينقذ الناس؟ يا احبائي، رجال الحمايه المدنيه، رجال الحمايه المدنيه علينا باش نديروا لهم تقدير. يا احبائي، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون، كاد المعلم ان يكون رسولا. أحبائي، معلمي معلمي من كل جهل سنتني، عاقبت ذنبي من أجل صلاحي. يا أحبائي المعلم، كنت جوابي دوما في سؤالي، معلمي معلمي من كل جهل سنتني. يلا تغنوا كامل معايا معلمي.
للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي زودتني علما نورت به دربي زودتني علما نورت به دربي كنت أبا وأما يا نعم المربي كنت أبا وأما يا نعم المربي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي تحملت دعابي في القسم ومزاحي تحملت دعابي في القسم ومزاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي برافو 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 وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. لا تحزنوا حان الوداع أحببناكم سنعود في مواعيد جديد مع عمو يزيد. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد واطفال برجان فرحانين بك يعطيك الصحه. نشكر عمو يزيد على هذه الاستضافه لي في ولايه برج بوعلاريج ومفاجاه اللي فاجانا فيها وفرح صغار وكل نشكره ونقول له نحبك.
أطفال برج بعراريت تشكركم على زيارتكم. نشكر عمو يزيد ونقولوا فرحتنا البرج بزاف بزاف. يعطيك الصحة عمو يزيد كي جيت لينا وفرحتنا وفرحت الدراري كلهم، نتمنى إن شاء الله تعاود تجي لين. يعطيك الصحة عمو يزيد فرحتنا هنا في البرج، ونشكر الطاقم تاع عمو يزيد جاو ضيفوا لينا بيا هنايا ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة عمو يزيد على هذه الالتفاتة، وفرح الأولاد بهذه المناسبة في العطلة الربيعية، ونتمنى إن شاء الله أنه يعاود يكرر يجي لمدينة برج بعراج باش يفرح الأولاد المرة الثانية إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.